الفرحة حلوة، حلوة قوي بصراحة، والمغرب قوي. النهاردة لازم يفرحوا. أهلا بيك يا أمير عبد الحليم، إزيك؟ اهلا بيك يا عيني، ازيك؟ مبروك للمغرب كلها، مش عارف اذا كان لينا دلوقتي جمهور في المغرب تفتكر؟ لجمهورنا المغربي مبروك، بالظبط، مليون مبروك مبروك ليهم ليهم جميعا. ومنتخب عظيم، والنهارده مباراة عظيمة ضد اسبانيا، واحد من المنتخبات اللي فازت بكأس العالم قبل كده، أيوة واثبتوا ان هم يستحقوا تماما كل اللي اتحقق واللي وصلوا له، وان تصدرهم المجموعه على حساب كرواتيا وصيف بطل العالم وبلجيكا المصنف تاني عالميا ما كانش صدفه، وما كانش علشان بقى بلجيكا مستواها تراجع او علشان كرواتيا اللعيبه بتاعت خط صح. الوسط كبرت في السن، وكلام كتير يعني اللي اتقال الفتره اللي فاتت. فوز بضربات ترجيح، الناس في بعض بيحسبها ان الفريق اللي مستحوذ هو الافضل، لكن الواقع يعني انه ممكن تبقى الافضل عشان انت الفريق الدفاعي اللي عرف يخلي الفريق المستحوذ ما يكسبش. قالوا امبارح وليد الركراكي وكانه كان عارف سيناريو المباراه النهارده، قال لك هو الفيفا بيدي جوائز لصاحب الاستحواذ الاكتر، ما كنتش اعرف. النهارده ترك الاستحواذ الكامل المرهق جدا لاسبانيا ونال ما اراد وكسب البطوله المباراه. طب انا اسالك سؤال، سيبك من المغرب واسبانيا، سويسرا عملت حاجه النهارده ضد البرتغال؟ لا، احصائيات الماتش بتقول ان سويسرا كانت اكثر استحواذا واكثر تمريرا، خسرت 6-1 مظبوط، وما عملتش حاجه خالص طول الماتش. صح، فموضوع الاستحواذ ده لازم في النهايه يبقى ليه مدلول، ليه استنتاج، هتطلع بحاجه في النهايه. النهارده الهيت ماب بتاعت الفرقتين في الملعب بتقول ان منتخب المغرب تواجد في منطقه جزاء اسبانيا اكتر من تواجد اسبانيا في منطقه جزاء المغرب. الله، دي الهيت ماب، هو دي الفرص الحقيقيه. منتخب اسبانيا النهارده في الشوط الاول سدد تسديده واحده بس على مرمى المغرب، اقل رقم لمنتخب اسبانيا من مونديال 1966. هل في احصائيات ممكن تؤكد ان استحواذ اسبانيا كان سلبي اكتر من كده، وان منتخب المغرب كان بيقدم الأفضل. مباراه بالظبط دفاعيه رائعه؟ بالعكس، ده في الشوط الثاني كان ممكن يسجلوا. يعني الناس مزبوط. كلها كانت بتقول شديرة نازل يعمل ايه، نازل يعمل ايه. فلا، منتخب المغرب لعب مباراه ممتازه، وتعالى نتكلم على التشكيل اللي موجود بطريقه 4-3-3. لعب بونو في حراسه المرمى، قدامه سايس واجراد، حكيمي ومزراوي، وقدامهم سفيان مرابط وأناحي وأملاح، زياش والنصيري وبوفال في المقدمة. سيمون هو اللي حرس المرمى، لابورتي ورودري مساكين، ألبا ويورينتي اللي تعب جامد قوي مع بوفال، بوسكيتس وبيدري وجابي، وفي المقدمة توريس، أسنسيو وأولمو. إيه اللي حصل في المباراة؟ طيب خلينا نكون متفقين. أنا يوم الجمعة اللي فاتت قلت لك أنا براهن على منتخب البرتغال علشان الراجل الكبار ده. حصل، راجل عظيم عظيم الحقيقة، ده اكتشاف كأس العالم. سفيان مرابط هايل هايل، ارتكاز يعني بتهيألي بثلاث رئات فعليا. النهارده ماسك بدري وبوسكيتس وجابي لوحده لوحده تماما، هو اللي بيتعامل. وطبعا بالنسبة لي اللي كان دوره مهم جدا جدا، يا رب تقوله هو، أناحي. الله، بالظبط، الله على المتعة اللي قدمها النهارده أناحي. ممتاز ممتاز. بص، خلينا نقول ان منتخب اسبانيا النهارده ما لعبش بباك يمين، اسبليكويتا كان مصاب ورجع، فمن الواضح ان هو مش جاهز بشكل كبير، ولويس انريكي فضل يعتمد على يورينتي مش داني كارباخال. مظبوط. ليه؟ لان هو راسم سيناريو الماتش ده في دماغه، عارف ان منتخب المغرب هيلعب مباراه مماثله للي لعبها منتخب اليابان، وان هو هيعتمد على الهجمات المرتده، بس منتخب المغرب عنده خط وسط اقوى وعنده هجوم اسرع من اليابان. فالراجل عمل ايه؟ بيعتمد على يورينتي هنا بيزيد في نص الملعب، وعنده رودري اللي بيعتمد عليه كقلب دفاع علشان هو كمان يزيد في نص الملعب. أي، فده بيساعده على فكرة تدوير الكرة والتمريرات القصيرة الكتير اللي هو بيعتمد عليها. الراجل ما بيلعبش بهنا بقلب دفاع، رغم ان عنده إيريك جارسيا، عنده باو توريس، بس هو بيعتمد على رودري علشان الزيادة اللي بيقدمها في نص الملعب. والنهاردة كمان زود عليهم يورينتي على حساب داني كارباخال واسبليكويتا اللي مرجعش. فالجبهة دي فعليا ما كانش ليها اي خطورة هجومية. أي، في وجود فيران توريس نصير مزراوي كان قادر ان هو يتعامل معاه بشكل كويس جدا. الخطوره كلها جايه من هنا. هي دي الجبهه الخطيره بتاعت منتخب اسبانيا. أي، في وجود خردي البا افضل باك شمال في مرحله المجموعات مع ثيو هرنانديز، وداني اولمو السلاح الخطير جدا بتاع منتخب اسبانيا، والفينشر كمان، لان فيران توريس حتى لو عنده مجهود كبير هو مش فينشر زي داني اولمو. أيه، فالجبهه دي كانت هي كل خطوره اسبانيا. فالراجل عمل ايه؟ عنده اناحي بيساعد اشرف حكيمي، عملوا جبهه قويه جدا، وطبعا وجود امرابط معاهم بيقدم أيوة الدعم. املاح تواجده كان اكتر في نص الملعب علشان يقدم دعم لامرابط، لكن هنا فعليا ما كانش في اي تواجد لنص ملعب
المغرب. وبرده وجود بوفال الناحيه دي صعبها قوي على يورينتي، بيضايقه جامد، والالتحامات كانت لصالحه، وهو لعيب مهاري عمل اكتر من لقطه مهاريه، فكان يورينتي فعلا في حاله صعبه. بوفال لحد ما خرج من الملعب كسب كل بالظبط كسب كل الالتحامات اللي دخلت، فده معناها ان يورينتي ما كانش قادر ان هو يتعامل بشكل جيد مع بوفال. بس ليه أوناهي تحديدا عمل ماتش كبير جدا؟ علشان ألبا وخردي ألبا وداني أولمو ما قدموش زي ما قلت لك كده، ما كانش فيه اي تسديدات من ناحيتهم على مرمى المغرب. خد بالك كمان من حاجه مهمه قوي، احصائيات من الماتش برده بتقولها، ان كل هجمات منتخب اسبانيا كانت من الناحيه اليمين. ما كانش في الناحيه اليمين طبعا للمغرب، ما كانش في اي هجمات خالص من الناحيه اليمين بتاعتهم اللي الشمال بتاعه المغرب، فده معناها ان كان مركز هو اكتر على الناحيه دي. علشان كده في المؤتمر الصحفي بعد الماتش بيقول لك الراجل ده جالي منين، هو بيسال بيقول أوناهي ده جاي منين، صح اتفاجئ بيه. وطبعا ده الجمهور الاسباني كله يعني عمال بيسخر، انت بيلعب في الدوري الفرنسي في انجي، في انجي الفرنسي بالظبط. لا وغير كده كمان انت المفترض قاعد بتذاكر، والحقيقه يعني ان امرابط واملاح وأوناهي الثلاثه عاملين دور مجموعات ممتاز حقيقي. فان لويس انريكي يتفاجئ بان أوناهي لعيب مميز، او ان أوناهي قفل عليه ميه ونور ناحيه الشمال، ده بصراحه يعني برده مفاجاه. طيب في ظروف زي دي انت جاي من الناحيه دي وجاي لك أوناهي مبوظها عليك، هل كنت المفروض تنقل هجماتك على الناحيه دي؟ طبعا طبعا. انا زي ما بقول لك تخرج يورينتي وتنزل كارباخال سلاح هجومي اكتر يصعبها على منتخب المغرب من ناحيه الشمال، خصوصا ان المزراوي واضح واضح انه متاثر بانه ما بيلعبش في مكانه بالظبط. وعلشان كده الوليد الركراكي جه فتره لما لقى ان خلاص الجبهه دي ميته هجومين لاسبانيا، قال لك طب وانا ليه كمان ما هاجمش؟ ليه ما خرجش نصير مزراوي اللي انا اصلا بلعبه في الحته دي علشان يبقى واقف رجله دفاعيا، ونزل يحيى عطيه الله اللي هو مميز هجوميا. فوليد الركراكي طمع، وليد الركراكي طمع كمان في الشوط الثاني لما خرج يوسف النصيري ونزل وليد شديره. هو الراجل شديره مش فينشر كويس، مش زي عبد الرزاق حمد الله. الراجل بصراحه يعني في تويته كده ضحكتني جدا، قال لك هيجيب لي هارت اتاك، هيجيب لي سكته قلبيه بسبب ربنا يعينه. طبعا هي كانت برضو نازل في ظروف صعبه قوي، او اول مشاركه في المونديال لشديره، ما لعبش الماتشات اللي فاتت، بس هو سريع جدا لدرجه ان امرابط كان مهزوز، كان متوتر. منطقي بس خليني اقول لك امرابط ده عظيم لدرجه عامله ازاي. الراجل ده مع دوره الدفاعي اللي احنا بنتكلم فيه، لما نايف اكرد خرج مصاب بقى هو اللي بينزل جنب رومان سايس علشان ياخد الكوره، مع دوره ايه الدفاعي. مزبوط. لان الراجل بصراحه يعني قاطع ميه ونور على خط وسط منتخب اسبانيا. بتمريرتين بس من هنا لهنا خلى يوسف النصيري ينفرد. مزبوط. وخلى شديره ينفرد. فالراجل ده فعلا اتشاف المونديال. الراجل ده النهارده كان بيلعب مصاب، بيقول كان سهران لحد الساعه 3 الفجر امبارح بالظبط، بيتعالج وخد حقنه قبل الماتش. الراجل ده خناقه الأندية الكبرى بعد نهاية المونديال منطقي تماما. هو بالمناسبة كان قريب من توتنهام في يناير اللي فات، بس توتنهام في الآخر راح لبنتانكور مع أنطونيو كونتي. طيب خليني أسألك على يعني الأسلحة الهجومية أو مرحلة تحولات هجومية لمنتخب المغرب. طبعا مع ضغط دائم لمنتخب إسبانيا، إزاي كان بيحاول منتخب المغرب أنه يروح للمنطقة الهجومية لمنتخب إسبانيا؟ بص احنا عايزين نتكلم بصراحة. منتخب المغرب أعتقد أنه هو ما كانش بيفكر هجوميا أكتر ما كان بيفكر أن أنا عايز أرفع الضغط من علي. فالحقيقة أن دايما كنا بنشوف أن حكيم زياش بيحاول على قد ما يقدر أنه هو يجر الجبهة بتاعة ألبا وأولمو دي قدام. ما كان على قد يعني ما كانش بنفس القدر اللي كان بيفكر فيه بالفينش اللي مثلا اللي حصل ضد كندا. ان انت من كندا من اول 30 دقيقه كنت مسجل جولين وخلاص الماتش بالنسبه لك مريح. لا هو منتخب المغرب جه فتره من الفترات كان خلاص انا بالنسبه لي انا مضغوط تماما، المنتخب اللي قدامي عامل 800 تمريره وانا 300 بس. الفارق كبير جدا، واضح جدا الكواليتي العالي بتاعهم في التمريرات والاستحواذ على الكوره، فانا عايز اسحبهم من نص ملعبي. هم كمان ضاغطين عليا باثنين اضافيين اللي هم يورينتي ورودري. كان منتخب المغرب بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطول الكوره بين اقدامه. على انه هو يروح لأوناي سيمون، لان كان في صعوبه ان انت توصل لأوناي سيمون. صح، لان كان في صعوبه بالظبط. ليه؟ لان حكيم زياش كان يا دوب بيعدي نص الملعب يلاقي نفسه لوحده. في واحده أوناهي وحكيمي اتحركوا الاثنين مع بعض، ولما وصلوا منطقه الجزاء أوناهي ما كانش قادر. خلاص حكيمي اداها له بس ما قدرش يكمل عليها رغم انها كانت بطيئه. وتهيألي بعد اللقطه دي وليد الركراكي خلاص خد القرار بتاع ان انا اخرج أوناهي لانه ما بقاش قادر. هو خرج في الاخر خالص
خالص في الدقيقة 120 من زمن المباراة. بالزبط. واعتقد برضو ليه علاقة بان هو واضح ان هو مش مسدد ضربات جزاء، لانه نزل مكانه مسدد ضربات جزاء بدري بنون، بنون اللي اهدرها. لكن في النهاية الاثنين مدربين لما نزل ده نزل سرابيا وده نزل بدري بنون والاثنين ضيعوا. بس سرابيا جاب كرة في القايم في اخر ثانية خلعت قلوبنا. قلوبنا طبعا. طيب انا هسألك برضو على سؤال اخير في القصة دي، وهو ان منتخب اسبانيا كان واضح انه بيحضر من الاول، حتى المعلق جواد بده كان يعني هو تعب اعصابنا من كتر ما متوتر وكمان بس يعني طبعا كانوا هم يعني على مستوى خط الدفاع بيبداوا يحضروا، وياسين بونو كانت كل ما الكره تجيله حتى الناس تقلق وحاسب، وده زود الضغط منتخب اسبانيا في المباراه تدريجيا، ما بقاش يحضر منتخب المغرب بيلعب كرات طوليه. بالظبط. هنا اتغيرت بسبب ان هو كان مقسم المباراه كده، ولا هو شعر انه استمرار اعتماده على اسلوب ان انا احضر من تحت ده هيرهقني وممكن يخسرني المباراه؟ لا، هي الفرصه بتاعته الشوط الاول خليته يغير رايه تماما. الفرصه اللي اتقطعت من ياسين بونو والحمد لله يعني انها في النهايه ما كملتش بجول لاسبانيا. من بعدها منتخب المغرب ما لعبش كوره خلاص على الارض. انت برضو معلش انت بتلعب المنتخب اللي مهكر اللعبه من الاخر. يعني لو احنا بنتكلم عن اللي بيحضر من تحت فالمنتخب ده هو اللي بناها، لو بنتكلم عن التمريرات القصيره فالمنتخب ده هو اللي ابتداها. فان انت بتلعب كده قدامهم لا، هم برضو مميزين في الضغط العالي. وهم اساس القصه دي، يعني انت جاي تعملها قدامنا ده احنا اساتذتها. يعني شعرت انا بالكرات الطوليه الكتيره وعددها 28 كره طوليه من ياسين بونو، منهم 8 بس صحيحه، انه هنا كانت ممكن تبقى وقت عبد الرزاق الحمد لله. بحس ان هي بتاعت يوسف النصيري اكتر بصراحه. لان لما هنيجي نبص على النصيري هنلاقي ان هو بيلعبها بشكل هايل جدا مع اشبيليه. وضد كندا كان هو ده السلاح اللي سجل بيه منتخب المغرب. فانا بحس ان لما منتخب المغرب بيفكر في قصه الكرات الطوليه بيفكر اكتر في يوسف النصيري. عبد الرزاق حمد الله انا بشوف ان هو فينيشر ممتاز يمكن اكتر من النصيري حتى. كمان مزبوط. هو هداف رائع. بس مش سريع زي النصيري ولا شديره اللي نزل. فانا بشوف ان هو عبد الرزاق حمد الله ما شاركش ليه النهارده لان منتخب المغرب ما كانش مستحوذ. فعبد الرزاق حمد الله هيبقى مناسب اكتر وانت معاك الكره وبتشكل هجمات اكتر. واخيرا نفس الاسلوب اللي لعب بيه منتخب المغرب قدام اسبانيا هو اللي هيلعب بيه قدام البرتغال، ولا اختلاف المنافس قد يؤدي الى اختلاف الاسلوب؟ هو اعتقد ان حتى وليد الركراكي لو بيفكر انه يغير الاسلوب هيصطدم بان فريقه مرهق بدنيا بشكل كبير جدا. عنده اصابات ابتدت تظهر النهارده، نايف اكرد بيخرج مصاب، رومان سايس انا كنت خايف لا يخرج مصاب لما اشتكى من الخلفيه في الدقايق الاخيره، فالله اعلم ممكن منتخب المغرب يعلن ان هو هيخضع لبرنامج تاهيل او علاج الفتره الجايه. مرابط اهو اعترف الراجل انه مصاب. دي كلها حاجات، دي اسلحه مهمه جدا لمنتخب المغرب. اعتقد ان الحاجات دي ممكن تفرض عليه ان هو يلعب بنفس الاسلوب، لان كلنا شفنا النهارده البرتغال عملت ايه. يعني صح، انتهى دور ال 16 واصبح عندنا دور 8 مكتمل دلوقتي، وهو مواجهه هولندا مع الارجنتين، مواجهه انجلترا مع فرنسا، مواجهه البرتغال مع المغرب، ومواجهه البرازيل مع كرواتيا. بعد الفاصل مع امير عبد الحليم جاهز نتكلم عن دور ال 16 كله. يلا بينا يلا بينا بعد الفاصل في الماتش، خليكم موجودين معنا.